اسأل طبيب وما تسألش نجرب. أنا دكتور ياسين المحجوب، والنظارة الواحد وعشرين بوصة دي مش من فراغ. النهاردة هقول لكم على شوية طرق إسعافات أولية نتعامل بيها مع شخص لغاية لما ناخده على الطوارئ أو الإسعاف تيجي. من اهم واكتر المواقف اللي ممكن تقابلني هي الاختناق او ان شخص يشرق وهو بياكل. ساعتها ايه العلامات اللي هشوفها؟ ان الشخص ده مش عارف ياخد نفسه، بيشاور على رقبته، ممكن توصل ان الشخص يزرق ويغمى عليه. حد اعمل ايه لو الشخص ده قادر يكح؟ بساعده واشجعه ان هو يكح. لو مش قادر بتبع خطوات الخمسه في خمسه اللي هي بتبقى خمس خبطات على الظهر، ولو ما نفعش ان انا اخرج الحاجه اللي محشوره في القصبه الهوائيه بعمل الخمسه هايملك مانوفر، ان انا احتضن الشخص من ورا وادي له خمس صدمات برده عشان اساعد الحاجه دي تخرج من زوره او تخرج من القصبه الهوائيه. لو ما عرفتش بتوجع عند اقرب طوارئ او بكلم رقم الاسعاف اللي هو 123. افك كده شويه كانك بتحكي لي، انا ممكن انا يعني واقفه هنا جنب. ماشي. ايه علامات الجلطه في المخ او ازاي اشك ان الشخص ده عنده جلطه في المخ؟ بتبع خطوات الفاست. اول حاجه ببص على وش الشخص اشوف لو واقع من ناحيه اكتر من ناحيه، اشوف لو الشخص ده قادر يضحك او قادر يفتح ويقفل عينيه بشكل مظبوط. تاني حاجه الارمز، لو الشخص قادر يرفع ايديه الاثنين او لو قادر يرفع ايد واحده او لو مش عارف يرفع ايده خالص. تالت حاجه السبيتش او هي الكلام، اشوف لو الشخص ده عنده بطء في الكلام او صعوبه في الكلام. رابع واهم حاجه هي التايم، اول حاجه اعملها هي ان انا اروح على الطوارئ على طول وما اضيعش اي وقت تماما، او كلم الاسعاف ورقم الاسعاف هو 123. ما اعملش ايه؟ ما حاولش ادي الشخص ده اي ادويه من عندي، بالذات ادويه السيوله، لان هي ممكن تخلي الوضع يبقى اسوأ وما يتحسنش. حاسك مش راضيه؟ لو مش راضيه قولي عادي. غير السكته اللي في المخ او الجلطه الدماغيه ممكن تقابلني سكته في القلب او جلطه في القلب. ايه اهم علامات اللي ممكن اشوفها لو شخص بيمر بجلطه في القلب؟ ان الشخص ده بيشاور على صدره من ناحيه الشمال وبيوصف الم مش طبيعي ومستمر طول الوقت. الشخص ده برده ممكن يبتدي يعرق وممكن الالم اللي عنده يسمع في الكتف الشمال او يسمع في اسفل الفك من الناحيه الشمال. اعمل ايه وما اعملش ايه؟ اول حاجه اعملها ان انا اتصل بالاسعاف، رقم الاسعاف هو 123، او اخد الشخص ده اوديه على الطوارئ على طول. واهم حاجه ان انا ما ابقاش متوتر طول الفتره دي. ما اعملش ايه؟ ما احاولش ان انا ادي الشخص ده اي ادويه من عندي او استبعد نهائيا ان دي ممكن تكون اي حاجه غير سكته قلبيه. ولو الشخص ده فقد وعيه لاي سبب من الاسباب ببتدي اتوجه ان انا اعمل CPR، بس بشرط ان انا اكون متدرب عليها وفاهمها صح. من اهم واكتر المواقف اللي اكيد كلنا تعرضنا لها هي الحروق، وبالذات حروق المطبخ، كل واحد وشطارته في المطبخ. الحروق عاده بتصنف لاربع درجات، الدرجه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه، واحسنهم هو الدرجه الاولى واوحشهم هو الدرجه الرابعه. اول حاجه اعملها لو الحرق كبير اقلع اللبس اللي انا لابسه واروح على الحوض واحط ايدي تحت ميه ساقعه لمده 10 دقائق مستمرين. بعدين لو عندي كريم حروق في البيت او في صيدليه جنبيه ممكن اجيب منها كريم حروق، بحط كريم الحروق واحط شاش مرطب او شاش فازلين عليها لغايه لما اروح للطوارئ او اكلم الاسعاف او اكلم الدكتور اللي ممكن يساعدني. ما اعملش ايه؟ اتجنب خالص ان انا استخدم تلج، ما احطش بن، البن ده نخليه ماما وهي مصدعه، ما احطش اي معجون سنان، ما احطش اي خل، ولو طلع لي بقليله، لا انا بقولها وحش قوي، بقولها وحش قوي، ولو طلع لي بقليله او طلع لي فقاقيع ما احاولش افرقعها او اعضعض فيها نهائيا. من اخطر الحاجات اللي ممكن اتعرض لها بالذات فتره الصيف هي ضربه الشمس. ايه علامات ضربه الشمس؟ من علامات ضربه الشمس ان الشخص يبتدي يعرق بشكل كتير، يبتدي يحس ان هو دايخ او عنده غثيان مش مركز، وبرده ممكن يبقى فيها شد عضلي. اعمل ايه لو حد اتعرض لضربه شمس؟ اول حاجه ان انا ابعده عن الشمس نهائيا واقعده في حته ضله، وابتدي احاول اخفض من درجه حراره الشخص ده. ازاي؟ ان انا ممكن ارش على جسمه ميه، ويفضل استخدم المروحه مش التكييف لان هي اشبه بالهواء الطبيعي، واتاكد ان الشخص ده بيشرب ميه بشكل كافي. امتى اروح على الطوارئ؟ لو الشخص ده فقد الوعي، ابتدى ما يعرقش خالص، او درجة حرارته وصلت ل41. من اكتر المواقف اللي ممكن نتعرض لها هي الكسف او الاصابات الاشبه بالكسف. ايه علامات الكسف؟ ان انا اسمع الكسف او اشوفه او اشوف المنطقه بتاعه الاصابه بتزرق بشكل غير طبيعي. اعمل ايه لو شكيت ان الشخص ده عنده كسف؟ اولا اتجنب خالص ان انا احرك الكسف او احرك المنطقه المصابه، ما اطلبش من الشخص ان هو يحرك الكسف وما احاولش ان انا ارد الكسف بنفسي. بص على الحته بتاعت الاوترو بقى ده تبعك انت، معلش انا اسف. ودي كانت شويه تعليمات اعمل ايه لمواقف محتاجه اسعافات اوليه. اهم حاجه ما نتوترش ونكلم الاسعاف اللي هو 123 او نروح على الطوارئ، واهم حاجه يا ريت ما نفتيش علشان دي شغلتي انا، وهنبقى كده بنقطع على بعض. لو عندكم اي اسئله او تحبوا تعرفوا ازاي نتصرف في اي مواقف تانية يا ريت تسيبوها في الكومنتس واحنا هنرد عليكم.